الاستغلال العاطفي. بالظبط. ولما نسمع الكلمة كده نفهم انه حد بيستغل مشاعر الطرف بالظبط التاني لصالحه. بالظبط. الحب بقى استغلال. يعني هي المشكلة انه المعاناة، يعني اللي بيحصل، ما هو الجواز زي اي علاقة لازم الاطراف كلها بتستفيد فيها مزايا حلوة، لكن لما بيتحول الموضوع وفي ناس بتتعذب برضاها وفي ناس من كتر الحب بموافقة واحنا ما عندناش اعتراض، راضية وراضية، ما هو موافقة وفي راضية وفي بتعاني، بقى دخلنا في المعاناة وفي هنا، موافقة من غير رضا، وفي موافقة من غير رضا، وفي مضطر. ناس داخلة على الجواز بقصد الاستغلال او بقصد الابتزاز العاطفي، ده مخطط له وده مش هنقدر نمنعه، دي نوايا بس ربنا يكشف لكل حد الحد. وفي ناس ما تقصدش بس ديورنج اثناء الجواز تحول الموقف، وجد الشخص اللي قدامه ان الطرف الاخر سواء زوجة او زوج ضحية شهيه جدا للاستغلال، هي اللي ساعدتني ان انا استغلها او هو اللي ساعدني ان استغله، وبدا يبقى في تلاعب على حتت، اكتشفت ان في حته تلعب عليها حلوه قوي نفسيه في الطرف الاخر بتغريني، وهنا ببدا انا استخدم تكنيكي بقى انا كمان كمبتز عاطفيا او كمستغل للشخص اللي قدامي على حسب ما بيتكشف ليا، بحاول ان انا اهدده مثلا بان انا لو ما عملتيش كده انا هسيب لك البيت، لو عملت كده انا هاخد الاطفال، انا هروح اقعد عند ماما، سلسله نقطة تهديدات، الضعف اللي احنا بنقول نقطه عليها، ضعف. نقطة ايوه الضعف. بالظبط، بلعب عليها، حاسس ان انت الحته دي بتوجعك قوي او عاطفي او يعني الانسانه محتاجه للسكيورتي، بلعب على امانك، انا بلعب على امانك. او ان انا بالعكس اقول لك طب انا يعني انا هعمل في نفسي كذا، انا مش هاكل خالص، ابدا اخلي العقاب عليا انا كنوع من، في انواع من المبتزين بيعملوا كده، بدل ما يعاقبك انت ويقول لك انا همشي انا هسيبك انا هعمل، انا طب انا مش واكل، طب انا مش هعمل كذا، طب انا هالغي الكورسات مش هشتغل خالص، العب على طب الحته ليه؟ اللي بتوجع الطرف التاني، الحته اللي بتوجع الطرف الاخر اللي هو بيجي عندها بقى وخلاص بالظبط يبقى مش كده. قادر. بالظبط. وساعات بقى الواحد بيكتشف انه مبتز جيد، يعني انت في الاول بتاع مش قصدك، وبعدين لقيت الشخص بيتاثر بكده، بقول له طب انا هعمل كذا، طب انا مره في اتنين في خمسه بقيت العبها صح طبعا احنا وتحولت الحياة بنتكلم عن لكده. عن 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 شخصية سيئة، شخصية مش سوية، إلى حد كبير هتبقى غالبا كده، صعب ومش إنها تبقى مش المبتز. بنعمم الحكاية طبعا، احنا بنتكلم على النسبة اللي بتعمل كده حتى لو كانت في قليلة. يعني في نوع ممكن يبقى العكس هو اللي مريض، بس ده نادر، اللي هو حب تعذيب الحبيب، لو هتلاقي شخص يعني شوية نازوكي، بمعنى إن هو انا اكتشفت ان اللي قدامي بيحب اعمل فيه كده وانا مش عايز اعمل كده، ده نادر شويه السيناريو ده، بس اللي هو ايه يعني انا شايفك انت بتتلذذ ان انا اقعد اعذب فيه، فالحياه بتستحيل بعد شويه، مش بتستحيل بينهما العيش، اقصد لا يعني ايه بتتحول، يعني ايه يعني يعني ايه يعني يعني في شخص سواء كان يا لميا، انت عارفه الحب تعذيب الحبيب ده قد يكون ساعات فيه له نواحي جنسيه، سيبنا من الحته دي، انا بتكلم حتى على المستوى العاطفي، ان في انسان هو لذه العاطفه بتاعته انه يحس ان الشخص اللي قدامه ده انت ما بيجيش غير بان انا اقعد اذيك او اتعبك او تاخد على دماغك خلاص. فالمشكله في ايه او امتى بتبدا المشكله الحقيقيه؟ ما هو هتلاقي معظم معادلات الزواج عامله كده الى حد ما، والطرفين بيحبوا بعض، هو العلاقه المتوازنه اللي هما الاثنين بيستفيدوا وبيبسطوا بعض، هي دي المفروض العلاقه السويه. انما افرض علاقه تحولت بعد شوية سنتين خمسة عشرة إلى شخص هو اللي قاعد بيزيق الآخر صنوف العذاب والتاني مستلزع أو مش مستلزع، طالما ما اشتكاش أو اللي بره ما حسوش إنه في كارثة بتحصل وهو راضي ومبسوط وإحنا شايفينه قدامنا مستمتع إلى حد ما، خلاص هي ماشية.